صحيتو لي جون، معكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد لا سيمين قريت ان رومون تاع كريم عكوش واسمو الله بيي دي زونفون بيردو، وخرج عند لي زيديسيون فرانس فانو. دونك كريم عكوش سي ان جون رومانسيي بويت دراماتورج، دونك يكتب الروايه، يكتب الشعر، ويكتب حتى المسرحيه. هو عايش في كندا منذ 2008، وهذا لو رومون ديالو الله بيي دي زونفون بيردو خرج في كندا في عام 2012، ومن بعد خرج عند لي زيديسيون فرانس فانو. الله بيي دي زونفون بيردو حكايه صارت في دون ان بيتي فيلاج او فيت اون كابيلي واسمو اثوادو. مانيش عارف اذا لو فيلاج اللي اكزيست صح ولا ما كاش منه، باسكو انا حوست وما لقيتش معلومات بزاف على لو فيلاج هذا اتوادو. دونك الحكايه تبدا افيك ان ديسكريبسيون دو فيلاج، يل ديكري مانيفيكمون بيان لو فيلاج، وتحس روحك ريالمون فريمون في بلاد في بلاد قبائل. دونك الحكايه الكل ترى في لو فيلاج هذايا، سي اون هيستوار اللي تحكي لنا شويه على بعد ما في لا فان تاع لا ديسيني نوار، وين بقى شويه كومام، بقى شويه الارهاب متسلط على الثور في بلاد قبائل وفي الجبل. كاين يعني بلايص في الجزائر وين بقى الارهاب متسلط بعد الالفينات. دونك سي اون هيستوار لاي جزائري عاش هذيك المرحله راح يحس بها، باسكو سي ليستوار حكايه تاع تروا جون يحكي لنا واش عاشوا شويه في هذيك لا بيريود. ولي تروا جون يعني ما عندهمش، عندهم افكار مختلفه، يعني كل واحد له افكاره وكل واحد له خدمته وكل واحد، ولكن كاين حاجات يعني كاين حاجات يتشاركوا فيها اللي اولا هي الشرى ديالهم. دونك عندنا وفات في الشرى هذه عندنا ليستوار على لي تروا جون هذوما. دونك عندنا زوف هذا راعي في عمره 30 سنة، ولكن من الفوق وكذا يبان كبير شوية على 30 سنة، الهم بزاف قاتلو مسكين. دونك راعي عايش عنده كوري وعنده الكباش ديالو يرعى بهم توت لا جورني، هذا واش حياته كلها هادي هي، هو خدام سيد ينوض يخدم يدي الكباش يرجعهم حشية وراه قاعد، وعنده الكوري ديالو. كيكون مريح في الكوري اون فان جورني يجي ليه هواوي هذا اللي سي ان شونتور، سي ان شونتور ميوزيسيان، يلعب موندول، سي لارتيست تاع لو فيلاج. وعندو ان صاحب، عندو صاحبو تاني واسمو زار سي ان ايتوديون، دونك يقرا في الجامعه ويقرا سي ان سيونتيفيك. ولي تروا جون هادوما وفات عايشين هكذا كيف كيف، ويقصروا ويحكيو كيما كاع الحومات الجزائريه. يتلاقاو هكذا صحاب بيناتهم، واحد يطاكيني واحد، يسييو يلقاو حلول، يلقاو يزاسايو فات دو سون سوغتيغ، يحكيو على المشاكل اللي عايشها الشباب الجزائري باسكو شباب مقنوط وكل هذا. وزوف الراعي ماهوش داكور معاهم، باسكو زوف شغل تو فا بيان، عايش بيان او خدمتو او في ارضو او في بلادو او في دارو مع عائلتو، ما عنده حتى مشكل. وهما ولكن هما يزون في دي زيتود كدا، دونك يعايروه شويه زوف، يقولوا له بلي انت ما قريتش وما راكش فاهم يعني واش رانا نحكوا لك. هو قال لهم علاش انا مانيش فاهم، علاش انا ما نفهمش باسكو انا ما قريتش. نو قريت، هو كان دائما يقول لهم بلي هو قرا في مدرسه الحياه، دونك ليكول دو لا في هي اللي قراتو. هواوي وزوف يعني كانوا يسيي ويحاولوا باش يديروا حاجات يغيروا بهم المجتمع الجزائري، باسكو قال لك لازم نديروا حاجه، لازم نمدوا حياه للشره ديالنا. الشره ديالنا راه ما فيها والو وماناش قادرين نعيشوا في هاد لا سيتوياسيون. دونك بداو يفكروا ويخمو، قال لك ايزون ديسيدي يا قال لك نبداو لازم نبنيو اون ميزون جون في الشره ديالنا. كما كان الحال تعاونوا سي فري، الناس تشراو وكدايا وبناو من ميزون جون. بعد ما بناو من ميزون جون، دونك هواوي سي ميوزيسيان وين خلاص وين عنده دوك وين يلعب موسيقى ويعلم ثاني لي جون يلعبوا موسيقى. زار يل دوني دي كور دو سوتيان، كان يعاون دراري
اللي يقراو في المسيد يبدل لهم يقريهم داخل لا ميزون جون. دونك نقاو شويه داك الكوتي وين كانوا وين كانت لا بوبال هكذاك مرميه. دونك ils ont en fait contribué pour redonner une ville, le village هذاك, le village qui est un village vraiment perdu dans la Kabylie. C'est une histoire اللي اي جزائري يحس روحه فيها. En plus, l'histoire, c'est un roman en fait, c'est un roman théâtre. Tu as le sens dans le monde, dans le monde, tu vois, dans le monde. D'ailleurs, les personnages, ils échangent beaucoup bien entendu. Donc, ils parlent beaucoup. Il y a un dialogue. Le dialogue, mais il est en fait bien entre les gens. Donc, dans un mois, Huawei et Zar, l'étudiant, قدروا باش كيفاش يقولوا الميتامورفوز في هذا الفيلاج هذاك, عاودوا مدوا حياه للفيلاج هذاك ورجعت ايفيكتيفمون كاينه حياه. باسكو اون ميزون جون سي امبورطون كوميم دون ان فيلاج, وين عندك وين تلعب موسيقى وين تريح وين تتلاقى وين تقرا وين عندك اون بتيت بيبيوتيك. ولكن مالوروزمون مع واش كان صاري هذاك الوقت, يجي نهار وين باسكو هواوي يلعب موسيقى والاخر سان ايتيديون, الارهاب وفات يغلقوا لهم لوندروا هذاك باسكو يقولوا لهم بلي راكم دايرين هنا دعاره ولازم لي مناس, ويقولوا لهم لازم تغلق هذه لا ميزون جون. دونك شعلوا فيها النار وراح. بعد ما شعلوا فيها النار وفات سيتي ان اسبوار كيفاش نقول اللي رجعك شغل رجع كوشمار خلاص عمك لي دو جون اللي من بعد كاع واش داروا خلاص فقدوا الامل في الجزائر هذه. هواوي سي ان شونتور اللي يحب يلعب موسيقى وحب برك هكذا يتعلم في حياته. عندك زار سي ان ايتوديون اللي عنده ان بروجي تاع لي بانو فيت لي بانو فوتوفولتايك اللي يحب في الميموار دو فان ديتود تاعو خدم الى كريي ان بانو تاع لينيرجي سولير. دونك و مالوروزمون فات كاين بروبليم تاع ديموكراسي تاع بيروقراسي اللي عياه فشلو. الناس ما يونكوراجيوهش بزاف, كي راح باش يخرج ورقه يقولوا لازم تجيب 100 ورقه واحده اخرى. يجيكو بداو يخمو بداو يفكروا باش خلاص يروحوا من الجزائر. بداو قال لك لا سول سوليسيون او فيت سي دو بارتير منا من الجزائر. دونك يا اون استوار او فيت ديجا تاع نهايه لا فان دون غير سيفيل, وكاين اون استوار ثاني تاع شباب اللي حابين يروحوا يهجروا من البلاد هذه ليكزيل. حنا اون غارمون بارلي نحكيو يوميا نحكيو على الناس اللي راهي تهجر, لي جون اللي يروحوا من بلادها ويروحوا لبلاد واحده اخرى, مي ما حكيناش جامي حكينا على هذا الامر يعني اون ديتاي. ما قلناش يعني كاين بزاف باسكو اسباب اللي خلات الناس هذه تهجر من بلادها وتروح للبلاد الغير. الوغ كو زوف الراعي ما تقبلش هذا الامر, قال لهم فوز دي لاش, قال لهم راكم رايحين تركوا بلادكم وتروحوا. قال لهم انا عمري لن نترك بلادي. قالوا له احنا شوفوا واش درنا كاع الشره ديالنا وشوفوا واش دارونا, لازم نروحوا ما نبقاوش هنايا. قالوا له انت ديجا واش مديت للشره هذه؟ قال لهم انا جي دوني مون نام, روحي مديتها للشره هذه. قال لهم باسكو انا هذه ارض جدادي, وجدادي ضربوا باش جابوها وما نروحش, ويكون واش يكون ما نخليهاش ونروح. Malheureusement, Huawei, parce qu'il était menacé par les islamistes, ou Zar, il tenait réellement en fait, à réaliser son projet, ou qu'en fait, il a pu dire un projet en fait, dans les énergies solaires. Bref, il y a beaucoup de dialogues en fait, entre les personnages, où chaque personnage à ces idées au fait complètement des idées complètement différentes. ولكن يعني هذا الرومان il traite déjà le sujet تاع un malheur اللي عاشو الشاب الجزائري
واش عايش يعني يوميا يوميا، مش عايش كم سكي سوبي كم بريسيون اون فات. ويحكي لنا تان على سكي لي ا بوسي افوير لو بيي، كيفاش يوصلوا باش يخمم يروح يروح حراقة، ويعني وكيفاش يلحق حتى يحكي لنا يعني حتى لا بروسيدور، كيفاش يعني الناس تروح حراقة، وكيفاش كومونك لو كونتاكت في بين لو باسور والحراق. دونك إلي فريمون تري شغل عاش معاهم يعني. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression d'être dans un théâtre. Donc, on va lire un petit passage. Hawawi se frappe la poitrine, se griffe la main pour recouvrer ses esprits et sort pieds nus, découvrant le nuage de fumée, et il brise la porte du jardin, remplit un seau d'eau et file en direction de la maison des jeunes. Il atteint le portail, essoufflé, le seau vide, impuissant devant l'ampleur des flammes. Il se tient la tête à deux mains et tombe sur les genoux. Les villageois arrivent à toutes jambes, qui ont une branche d'arbre sur l'épaule, qui ont un récipient à bout de bras. Ils forment un rang derrière le chanteur et les élèves et assistent, en psalmodiant, de vains le prière, au rêve de toute une jeunesse partir en fumée. Donc voilà, c'est le roman de Karim Akouche. J'aurais aimé en parler et en dire plus, mais voilà, le وقت. Donc, on a une bonne lecture, on se retrouve la semaine prochaine. Salam!